اجيو تشوفوا معانا هذا البرهوش اللي بسبب التبرهيج ديالو فلت عليه هذه السياره هذه اللي صراحه سياره واعره الاخوان، تيغوان ديال 2019 جايبه لي زوبسيون الله يبارك والطوا اوفرو كما كتشوفوا معانا، ولكن الشاري اطلع برهوش اخوتي. السلام عليكم اخوتي، كما كتشوفوا هذه هي السياره ديالنا، هذه السياره الاخوان فولكس فاجن تيغوان ديال 2019 الله يبارك، ضربه الاخوان شي 168 الف كيلومتر كما كتشوفوا، السياره اللي في عمرها 3 سنين. واش نقول لكم اخوتي، تيغوان راكم عارفين فولكس فاجن سياره الشعب، ولكن هاد تيغوان هذه فاش غطي عليها الايرلاين كتولي حكايه اخرى. احسن حاجه في التيغوان هي كتديها بالايرلاين، الايرلاين الاخوان هو هذا الكروم هذا اللي كيجيو لاعبين، بالاضافه للضوا وداك الشيء كله كيجي الاخوان اوبسيون لي جون ديال الايرلاين، هذا الشيء كيزيد الاخوان يغلي من الثمن ديال السياره. وها هي لالينا الاخوان اللي كتسمى عليها هذه ايرلاين كما كتشوفوا، هذه كتكون في اي تيغوان، ولكن هاد الثانيه هذه هي ديال الايرلاين الاخوان. عندنا لي جون اخوتي كما كتشوفوا ديال 19 الله يبارك، شوفوا النقاء الاخوان اللي كاين في هاد السياره هذه، ما نهضروش، سياره في حاله جيدة ديال بصح الاخوان، السيارة نقية بزاف ما عدا شي خبيشات صغيورين الاخوان كما كتشوفوا هانتوما، هذا راه تحيد الاخوان غير بالبوليطور حيت راه جاي غير في البارشوك ديال البلاستيك، وفيها الاخوان واحد التبويضه كما كتشوفوا هنايا الاخوان، راني جيت انا اخوتي وشت السيارة، اما ابار هادشي الطونوبيل الاخوان من الله يبارك راه هي نقية ديال بصح اخوتي، غادي نزوم لكم شوية باش تشوفوا هانتوما. هذه هي التيغوان الاخوان معشوقات الجميع، وداك الكاطموسيو راه فاش غنطلعوا لداخل غتشوفوا لوبسيو ديالو الاخوان مع هاد، واخا يعني واخا حاجه زوينه يعني 2 لتر وكاطموسيو الاخوان، حيت هما في الاول كانوا الكاطموسيو كيديروها الاخوان غير في 3 لتر هانتوما، السياره كما قلت لكم نقيه الله يبارك الاخوان هانتوما، شوفوا معنا ازدحام الباب تبارك الله وصلنا بها هانتوما اخوتي. دابا غادي نطلعوا نشوفوها من الداخل ونشوفوا المحرك ونشوفوا كل شيء ان شاء الله. هذا هو الداخل الاخوان ديال السياره كما كتشوفوا معنا، السياره الاخوان جايبه الكراسه ديال الكانطارا كما كتشوفوا، وهذه الاخوان راهي ايرلاين غير من برا، بالاضافه كاين اخوتي كما كتشوفوا الطوا اوفرون الله يبارك، النقا اللي في الكراسه هو هذا كما كتشوفوا، شوفوا تبارك الله السيارات في المانيا نقا واحد النقا ما نهضروش عليه. هذا هو الفولو كما كتشوفوا معنا الاخوان، وهذا ليكرو الاخوان المشهور المعروف اخوتي، السياره واخا 2019 الا ان الباقه كديماري الاخوان بالساروت ما فيهاش اخوتي الوايرليس، وهاد اللعيبه هاد الساروت بقات شاده الفولكس فاجن حتى لهنا حتى ل 2020 عاد حيداته. وهنا كما كتشوفوا هذه هي اللعيبه اللي قلت لكم ديال الكاطموسو ديال الدفع الرباعي، حيت كيعطوك دائما معاه هاد لي مود هادو على حساب كما كتشوفوا الثلج، ولا على حساب الجبال، ولا على حساب اي بلاصه الاخوان. هذا هو ليكرو اخوتي كما كتشوفوا، راني اخوتي جربت كل شيء خدام، كل شيء هو هذاك الاخوان، اي حاجه خصنا نعلمو مولاها. هنا واحد النقاء هانتوما كما كتشوفوا الله يبارك الاخوان، السياره نقيه ونقيه بزاف، حتى الثوب كما كتشوفوا من هنايا داكشي الاخوان نقي، الكراسه اللور هانتوما كما كتشوفوا نقينا الاخوان، نحلوا الاخوان هانتوما هو الطوا الله يبارك كما كتشوفوا داكشي اخوتي خدام، سدوا الاخوان راه بدا شويه ديال الصداع هنايا. بالنسبه للاخوان كما كتشوفوا هنايا لي سنسور ديال البارك الاخوان، وهنايا لا كليما الاخوان تاهي راه حنا شعلناها جربناها كلشي خدام الله يبارك اخوتي، السياره نقيه ونقيه بزاف اخوتي. هو المحرك ديال الاخوان كما كتشوفوا معايا، شوفوا الحيدو هذه هاد اللعيبات كتعني لي سيلندر، دابا هاد الموطور فيه 4 سيلندر كتلقى فيه 4 من هادو الاخوان، يا بسم الله ها انتم اخوتي المحرك تبارك الله وصل على البي راه نقيقي كما كتشوفوا، يا بسم الله هانتوما ما كاين لا دخان لا والو، الا كان دخان الاخوان، الا كان دخان تتعني بان الموطور الاخوان راه كيحرق في الزيت، فهمتوني كيف يخرج الدخان ديالو من ليه، وقلتوا عليك الاودي اللي كنا فاش حيت الغطا سمعتوا التقرقير هانتوما راه نفس المحرك، علاش هذه ما فيهاش التقرقير، ها الموطور الاخوان في حله جيده، الموطور اخوتي نقيقي كما كتشوفوا معنا الله يبارك الاخوان، الله يبارك السياره كما قلت لكم راهي ضربه 163 الف اخوان، خرج لنا واحد المشكله اخوتي السياره هي راني باقي عندهم واحد المشكله الاخوان اللي خرج، ودابا خاصني نعيط لمولاها نتشاور مع الاخوان. هذا المشكل شنو هو، هو اننا السياره فاش شفناها في الانترنت كانت الاخوان مقيدينها ب 130 الف كيلومتر اللي عندها في الكونتور كما كتشوفوا معنا الاخوان في الصوره،
فجيت الاخوان هنايا شفت الكونتور وشفت الوريقات، السياره الاخوان عندها 164000. قلتها له قالك هو غلط. هي ها سيدي انت غلطتي، ولكن حنايا انا ومول السياره جينا هنايا، جيت انا هنا على قبل 130000 وداك الثمن على قبل 130000. دابا الاخوان كاينه 34000 كيلومتر زايده اللي هي ماشي سهله. المهم انا اخوتي دابا ما عرفتش شنو غادي ندير، ولكن اول حاجه خصني نعيط لمول السياره نقول ليه هذا الشيء وهو يقول لي الاخوان شنو غادي نديروا، ونشوفوا كيفاش غتمشي القضيه الاخوان. راه 30000 كيلومتر هذه اخوتي. دابا حنا الثمن اللي كنا كيلومتراج ناقص، دابا حنا الثمن اللي كنا رصينا معاه على 130000 اللي كنا شفنا في الاول في الانترنت ياك. دابا شوف، دابا راه حنا جيت هنا لقيت زايده فيها قول 164000، قالك هو سيدي راه غلط، البارح راه غلط ما حطش داك الشيء اللي كان خاصو يحط. دابا المهم عندك 30000 زايده. دابا انا هضرت معاه قال لك هو يقدر يدير معنا شي حاجه في الثمن. دابا انت خصك تقول لي شنو غندير معاه، ما فهمتيني؟ شوف انت شنو غادي الثمن اللي غندير معاه هنايا. شحال هو دابا اخر ثمن؟ هو عبد الله حنا عندنا 26 ياك، على حسب 130000. اييه على حسب 130000. المهم اخوتي شحال وحنا كنهضروا وحنا كنتفاهموا، دابا اخوتي حنا تفاهمنا على واحد السعر. صراحه مول السياره اعترف بالغلط ديالو ونقصنا مبلغ مهم. دابا الاخوان حنا كنكملوا في البيعه والشراء ديالنا، وغادي نجربوا السياره في لوتوروت ونشوفوها، وباقي التبرهيشه غتجي من بعد. المهم اخوتي انتما كما كتشوفوا حنا غادي كنضربوا بها دويره في لوتوروت. حنا غادي ندخلوا لوتوروت، طوموبيل زوينه الاخوان كما كتشوفوا، الله يبارك اخوان. ده اوكي السيد الاخوان مولها هو اللي كيفيلمي فيا طوموبيل، صراحة زوينة الإخوان لحد الآن ما سمعنا حتى شي حاجة فيها ولا لي سكوس داكشي الإخوان مزيان، ما كتسمع لا تقرقيب لا والو. هانتوما دابا نكسو لها واحد شوية هنا، كاينة بليت سي أوكي الله يبارك. شنو أوتو؟ عموما الإخوان دابا أجيو تشوفوا التبرهيشة اللي درناها دخونا. المهم أخوتي السيارة كنا شفناها في الأول أنا وياه كان ضاربة 130000 كيلومتر في الانترنت، وحنا مشينا على قبل 130000. وانا الاخوان فاش كنت كنفحص السياره اكتشفت بلي راها زايده 34000 كيلومتر، وحبست البيع والشراء كما قلتو، وعيطت لمولها نقول له شنو غادي دير، واش غتكمل ولا هادشي بالنسبه لك مشكل؟ شنو هو قال لك الاخوان بالله هادشي ماشي مشكل بالنسبه ليه، ولكن خصو ينزل له السعر. السيد الاخوان من حقه، انا مشيت عند البيع والشراء اللي صراحه طلعوا الناس الاخوان، قلت له شوف حنا راه حنا جايين عندك على قبل 130000 وحنا ضاربين الطريق ومخليين الخدمه ديالنا وجايين لعندك. قال لك هو اياه كيتفهم هادشي هذا، ومهم اعترف بالغلطه ديالو ونقصنا الاخوان واحد المبلغ اللي هو مهم. شي بيع وشراء اخرين ما يعقلش عليك، صافي شتيها ما بغيتيش تصير الله يعاون ويعاونك، اغلط صافي سير بحالك ما على بالوش بك. هذا الاخوان اعترف بالغلطه ديالو ونقصنا السعر. المهم الاخوان السعر اللي اتفقنا عليه، السياره كندير 2019 ضربه 164000 ايرلاين تبارك الله وصلح نبي، السياره نقيه كاع الوريقات مديرون عند فولكس فاجن، السياره زوينه وزوينه بزاف. اتفقنا الاخوان على 24000 الاورو ثمن، اقسم بالله الا هو واعر بالنسبه لي انا اللي كنشوف السيارات وشفت السياره وجربتها، ثمن زوين ثمن واعر، سياره نقيه وكاع وريقاتها من فولكس فاجن كما هذا. المهم الاخوان هضرنا دورنا الكلمه 24000 صوبنا له الكونطرا. كي جات لهنا عيط عليا السيد، خويا راني دويت مع واحد شي صاحبه وقالوا داك الثمن راه بزاف. هو ملي شاف السيد تعامل معنا نقصنا 2000 الاورو اتصر، قال لك بغى يديها ب 20، قال لي عطيه 20. واخويا تيكوان 2019 وتبارك الله وصل عندي، في كاينه ب 20 في كاينه ب 20، قالك لا اعطيه غير 20 وكذا. قلت له شوف اخويا انا ما غنعيطليش وما غنعطيه لا 20 لا والو، قطع ليك الكونترا اللي درنا والله يعاوننا ويعاونك، انا ماشي بسببك غير بدا البيع والشراء يشوفني على انا برهوش، ما تصغرش منا الله يرضي عليك، كون معنا راجل هضرنا صافي. علاش كتبقاو تقلبوا على على المعقول وكذا، وفي الاخر فاش كتلقاو بنادم معقول كتبداو تلعبوه وكذا وكذا. هاد التبرهيشه الاخوان ما تنبغيش، ومام اخوتي بسبب هاد التبرهيشه هادي صافي ما بقيتش باغي نخدم معاه، واخا يكون الافير ديالو ما عرف شحال فيه، بدا كيعيط ليا من بعد صافي الاخوان سالت تما. ومام اخوتي صراحة فلت واحد السيارة اللي هي زوينة. ومهم الإخوان أي واحد بغى شي سيارة ها هو الرقم ديالي، ولكن حذاري هاد التبرهيشة الإخوان راني ما تنبغيش، وتحياتي لكم أخوتي.